Jungle. المرأة المرضع في رمضان بأنصحها أن تكثر من تناول الخضروات والفواكه الغنية بالفيتامينات والمعادن اللي راح تغذي الطفل، وأيضا تشرب من 2 إلى 3 أكواب من الحليب الغنيين بفيتامين دال والكالسيوم والبروتين المهم جدا للرضاعة، وتبتعد عن البهارات الكثيرة والأملاح التي تؤثر سلبا على الرضاعة، وأيضا تركز على شرب الشومر واليانسون والشعير البلدي المفيدين جدا لإضرار الحليب.